من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من معالم نتناول فيها ما يطرح بكثرة في زماننا المتأخر من قولهم حوار الحضارات أو حوار الثقافات أو حوار الأديان ونحو ذلك من الكلمات التي يراد من ورائها عند كثيرين تبديل الدين، بمعنى أن يعتقد المسلم أن الإسلام وغيره من الديانات سواء، وأنه يسع الإنسان أن يعتقد عقيدة الإسلام أو أن يعتقد عقيدة سواها، إلى ما يقوله آخرون من تسويغ الردة عن دين الله عز وجل ونحو ذلك من المظاهر التي يحتاج الناس إلى تناولها من النظرة الشرعية الصحيحة التي يدلي بها أهل العلم الثقات. وفي هذه الحلقة نتناول هذا الأمر مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو حفظه الله ورعاه، ونبدأ سماحة الشيخ بما كان في أيامنا المتأخرة من زيارة كبير الفاتيكان لدولة الإمارات العربية، وقبلها زيارة وفد من الفاتيكان للمملكة العربية السعودية ولقائه ببعض أقطاب رابطة العالم الإسلامي. أريد أن أنطلق في هذا الحوار من الحديث عن خصوصية جزيرة العرب التي هي جزيرة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لأهل كل بلد ولأهل كل ملة خصوصيات ومقدسات وأمور لا بد من الحفاظ عليها، وهذا الدين العظيم انطلق من جزيرة العرب، اختارها الله سبحانه وتعالى مهبطا للوحي ومبدأ لهذه الرسالة. فقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وفيها البيت الحرام الذي هو قبلة المسلمين، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفيها توفاه الله وفيها جسده الشريف. وهذه البلاد التي تحوي هذه المقدسات هي قبلة المسلمين التي يصلون إليها، وهي مشاعرهم التي يحجون ويعتمرون إليها، وفيها رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم والملأ من أصحابه، وفيها نزل القرآن، وكان ينزل فيها جبريل من عند الله سبحانه وتعالى، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، إحداهما فوق جبال مكة وهو بشعب أجياد بمكة، والثانية عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه الأرض لها خصوصية، وخصوصيتها أن الله اختارها عاصمة ومنطلقا لهذا الدين، فلا بد أن تبقى كذلك. ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأن لا يعبد في جزيرة العرب دينان، وبين أنه عازم على إخراج اليهود من جزيرة العرب، وقد كانوا إذ ذاك في مناطق منها، وقد أخرج أصحابه بعضهم من بعض المناطق حين غدروا، فقد أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خيبر حينما غدروا عبد الله بن عمر، وأيضا
بقية مناطق فيها بعض الجاليات من غير العرب، من غير أقصد المسلمين في جزيرة العرب، منها يهود اليمني وبعض نصارى نجران وإن كانوا أسلموا فيما بعد، وبعض النصارى أيضا من تغلب في شواطئ الخليج الشرقي. وهؤلاء أقروا مصلحة في ذلك الوقت، وقت قوة الدين وقوة أهله وقوة الإسلام وقوة الدولة والعهد النبوي والخلافة الراشدة، ولكن ليس من المصلحة بقاء عبادة إلهين في جزيرة العرب، لا يعبد فيها إلهان، فلا بد لمصلحة الدين أن تفرد لعبادة الله وحده. ووجود ديانات أخرى فيها مما يشجع على الرجوع إلى حال العرب قديما، فعمرو بن لحي هو الذي أخرج لهم الأصنام التي كانت تعبد قبل الطوفان وقد عبدوها، ولم يبقى حي من العرب له قوة وسلاح ومكانة إلا واتخذ صنما يعبده من دون الله. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بتطهير هذه الأرض من هذه الأوثان والأرجاس والأصنام، فقضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزالها من جزيرة العرب، وأوصى في آخر عمره أن لا يبقى بجزيرة العرب دينار. وكذلك فإنه في العام 9 من الهجرة أعلن أن لا يحج بعد العام مشرك، والله سبحانه وتعالى أنزل عليه في ذلك العام سورة براءة، وفيها البراءة من الشرك وأهله وإعلان المنابذة لهم وأنهم أنجاس. نعم. لكن سماحة الشيخ قبل أن نتجاوز هذه، يعني الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وقوله لأخرجن اليهود من جزيرة العرب، الآن ربما يسأل بعض الناس ما هي جزيرة العرب، ما هي حدودها؟ بالنسبة للجزيرة اشتهرت في العصور المتأخرة كمصطلح جغرافي للأرض التي يحدها الماء من كل وجه. نعم. وليس هذا مقصودا، لأن العرب ليس لهم جزيرة بهذا المعنى، لكن المقصود مكان وجود العرب وسكناهم. نعم. والعرب في العهد النبوي جمهورهم يسكنوا في شبه الجزيرة العربية، وبعضهم يسكنوا في الشام والعراق، فالذين كانوا يسكنون في العراق كانوا بالحيرة، وكانوا أتباعا للدولة الفارسية. نعم. والذين هم سكان الشام الأصليون، وهم 5 قبائل تقريبا عربية، 4 وواحدة مؤلفة، الغساسنة وهم أهل دمشق وما حولها، وأهل لبنان أيضا والصيدا وما حولها، واللخم وهم أهل فلسطين، وجذام وعاملة وهم أهل الأردن وما حولها، وقبيلة الأوزاع وهي مجتمعة من قبائل شتى من العرب، أوزاع. فهذه هي قبائل العرب التي كانت تسكن الشام قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا ملوك الشام، الغساسنة كانوا يملكون الشام، كما أن المناذرة كانوا ملوك الحيرة، وهم أيضا من لخم، يرجعون نسبهم إلى لخم. نعم. فلا يدخل الشام والعراق على الراجح في جزيرة العرب. نعم. ولكن تدخل شبه الجزيرة العربية بما فيها تهامة والحجاز ونجد وشواطئها وعمان واليمن، هذه كلها هي جزيرة العرب. يعني الآن هي من البحر الأحمر. نعم. إلى الخليج عرضا، ومن خليج عدن إلى مشارف الشام والعراق، أو إلى السماوة كما يعدها العلماء أنها هي الفاصل بين الجزيرة العربية وما سواها. نعم. والسماوة هي أرض بني كلب، وهي صحراء العراق، وكما ذكرها أبو الطيب بنسبتها إلى كلب قال غبرت سماوة كلب في أنوف الحزائق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى اختصاص الجزيرة العربية بالحجاز ونجد، وقد قالوا
اليمامة ومكة والمدينة وما بينهن، ولكن الراجح هو ما قلناه أنه يشمل كل ذلك، يشمل الأرض التي كان يسكنها العرب، كانوا يسكنها العرب وهي أرضهم الأصلية وهي شبه الجزيرة العربية اليوم، يدخل في ذلك الآن دول الخليج هذه تدخل كلها، تدخل فيه السعودية واليمن ودول الخليج كلها. أيوة نعم، دول الخليج الستة. نعم نعم. طيب الآن يعني استقبال هؤلاء بمثل هذه الحفاوة و يعني ما هي المصلحة المرتجاة من مثل هذا؟ شيخنا، أول ما ينبغي أن ننبه عليه المشاهدين والمشاهدات أن لدينا فرق كبير بين اليهود والنصارى اليوم وبين اليهود والنصارى الذين جاء ذكرهم في القرآن والسنة. نعم. فاليهود والنصارى الذين جاء ذكرهم في القرآن والسنة قوم تمسكوا بوحي منزل وإن كان نسخ وحرف وبأيديهم كتب. نعم. منزلة من عند الله يجب الإيمان بها وإن كانت حرفت وكتموا وغيروا وبدلوا. نعم. لكن لهم أصل يمسكونهم. نعم. لكن الموجودون اليوم بمن فيهم البابا ومن دونه ليسوا متمسكين بأي شيء من ذلك، فلا لهم صلة بالسماء ولا لهم علاقة بموسى بن عمران ولا بعيسى بن مريم عليهم السلام. نعم. هم منبتون عن ذلك بالكلية. ولذلك قال ابن حزم لم يبقى مع النصارى من ملتهم التي جاءت في الإنجيل إلا منع تعدد الزوجات، حكم واحد فقط. نعم نعم، سبحان الله. فلذلك من يظن أن هؤلاء هم الذين جاء احترامهم وتقديرهم وديانتهم يجب الاعتقاد أنها سماوية وأن كتبهم من عند الله وأنها كلام الله ويطبق ذلك على الموجودين الآن، مخطئ تماما. فما يسمى اليوم بالكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد لا صلة له بالسماء ولا هو منزل من عند الله ولا يجب الإيمان به على أحد، ولم يسمعه قط موسى ولا عيسى ولا يعرفونه ولا يصدقونه ويعلمون أنه كذب مفترى. الكتاب المقدس هو التوراة التي كتب الله بيمينه لموسى في الألواح 14، وكذلك الإنجيل الذي أنزل الله على المسيح ابن مريم، والزبور الذي أنزل الله على داود. وهذه بدلها أهل الكتاب وحرفوها وأتوا بشيء من عند أنفسهم يزعمون أنه من عند الله، وقد كذبهم الله في كتابه. طيب. يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم. فبين الله أن هذا إنما يكتبونه بأيديهم. ولذلك نعم، بقي بعض الأحكام المتعلقة باليهود والنصارى وهي أخذ الجزية منهم إذا كانوا من أهل رعاية الدولة الإسلامية. نعم. والمقصود بالجزية مشاركتهم في الدولة، أنهم يقرون على ديانتهم ولو كانت محرفة مبدلة، ويكونون من رعاية الدولة الإسلامية يقدمون لها ضرائب لمشاركتهم في بنائها وتعميرها، ولأن الدولة ترعاهم وتمنع الظلم وأيضا تحمي أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، كل هذه من دفع الجزية. نعم. لبيت المال وجب الدفاع، وجب على الدولة الإسلامية أن تدفع عن نفسه وعرضه وماله. طيب، حل ذبائحهم هذا الزيادة على هذه. نعم. كذلك، لكن الجزية الراجح أنها غير مختصة بهم، وإن كانت حكما في الأصل أنزل فيهم. نعم. لأن الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، لكنها عامة لجميع المشركين. نعم. أيه؟ الراجح أنها تشمل كل دين. نعم. والحكم الثاني هو حل نسائهم، وهذا طبعا مشروط بالمحصنات منهم فقط، والمحصنات هن العفائف، العفائف اللواتي. نعم. لا يزنين ولا يخاف منهن الزنا. فكل متهمة بالزنا أو ممكن من الممكن أن يقع منها لا يحل للمسلم أن يتزوجها. قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. لكن العفائف من أهل الكتاب يرجى أن يدخلن الإسلام إذا كنا تحت مسلم وأحسن معاملتهن وأكرمهن. فلذلك أباح الله للمسلم الزواج بهن توسعة على المسلمين لا رفعا لمكانة أهل الكتاب. نعم. و
لذلك قال الله تعالى في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم؟ نعم. قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم أحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. نعم. والحكم الثالث هو حل الذبائح. نعم. ومحله عند بقاء الذبائح على ما جاء في شريعتهم بالأصل، وهذا لم يعد موجودا لدى النصارى. فالنصارى بالكلية اليوم يأكلون الجيف ومنهم البابا. فليس لديهم أي عناية بالحلال فيما يتعلق بالذبائح، لأن مبدأ النصارى هو أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وما لقيصر يقصدون به ما غلبت عليه الدولة، وما لله يقصدون ما كان تحت يد الكنيسة من الطقوس والشعائر والأمور. والذبائح كانت من مال الله، أي مما يعني الكنيسة، ثم انتزعت منها بعد الثورة الفرنسية فأصبحت من صلاحيات قيصر، بمعنى أنها أصبحت تابعة للكانسل أو للبلدية، ولم يعد للكنيسة تدخل فيها. فلذلك لا تحل اليوم ذبائح البلدان النصرانية، لأنهم لا يعتنون بالذبح ولا بالذكاة، وليس هذا من ملتهم اليوم الموجود المأخوذة بأيديهم. اليهود نعم ما زالوا يحافظون على الذبح. الذبح نعم. ونحن هنا إنما نتكلم بالعموميات، وإلا فيوجد من النصارى من يحافظ على طوائف قليلة ما زالت تحافظ. نعم. وهي قليلة مثل الموحدين من النصارى، وهم لا ليس لهم نسبة مئوية تعد في طائفة اليهاميش في أمريكا. ونفس الشيء بالنسبة لليهود، اليهود فيهم ليسوا طائفة واحدة، ليسوا سواء كما قال الله سبحانه وتعالى. ففيهم من ما زال متمسكا بشيء وإن كان قليلا. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعشمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وهذه هي الأحكام المتخصصة بأهل الكتاب. طيب سماحة الشيخ، وقبل نزول سورة البينة كانوا لهم معاملة خاصة، وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يزعمون أن لهم شفوفا على المشركين، حتى نزلت سورة البينة وهي قول الله فيها قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال أبو بكر: استوت أكتافهم رب الكعبة. كثير من المشاهدين والمشاهدات قد يظنوا أن من هنا تبعيضية، نعم، وأن هذا معناه أن من أهل الكتاب كفار ومنهم من ليس كذلك. نعم. هذا غير صحيح. من بيانية أن الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ من أهل الكتاب والمشركين، معناها بما يشمل أهل الكتاب والمشركين هؤلاء هم الكفار. طيب لو شاء، لأنها لو كانت إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لو كانت من تبعيضية، نعم، لكان أيضا من المشركين مؤمنون. نعم. وهذا غير صحيح، لا يقول به قائل ولا عاقل. نعم. فلذلك ليس للمسلمين أن يعترفوا بهذه الديانات المحرفة المبدلة، ولا أن يقدسوا الكتاب المقدس، ولا أن يعترفوا بقداسة البابا، ولا بأنه أنبأ أو أنه رسولي. نعم. ليس له أي وصف من هذه الأوصاف، لا رسالة ولا نبوة ولا قداسة ولا. نعم. ليس له شيء من ذلك، إنما هو صاحب ديانة أرضية محرفة مبدلة كانت في تسميتها وأصولها تعتمد على أصول سماوية وانبتر حبلها من السماء. طيب الآن كونه يمكن في جزيرة العرب من أن يقيم ما يسمى بالقداس يحضره فوق 100,000. الواقع مع الأسف، وهذا ما نستطيع إثباته بكثير من البينات والقرائن والشواهد، أن المقصود هو تبديل هذا الدين. نعم. فهذا الدين ليس مثل الديانات السابقة، ليس مثل اليهودية والنصرانية التي بدلت وغيرت وحرفت. هذا الدين محفوظ من عند الله. الله. أنزله الله وتولى حفظه بنفسه، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. وضعفت العقول من أبناء المسلمين من الطغاة المفسدين، يظنون أنهم
إذا مكنوا للبابا من إقامة القداس في جزيرة العرب ودعوه وبنوا له بيتا إبراهيميا أن هذا سيغير الإسلام كما غيرت اليهودية والنصرانية. لكن هذه الخطة فاشلة قبل أن تقع. الله ولا يمكن أن يتبدل هذا الدين، بل سينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويسقط الجزية ويحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه تابع لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه أن يتبعه ويتبع ملته شاهد وهو المبشر به والمسيح ابن مريم منه أي من أتباعه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، من قبله أي من قبل ذلك الشاهد وهو عيسى كتاب موسى، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها تبعون، وكذلك تبشيره به في سورة الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد تعهد الله أن يعلم عيسى الكتاب والسنة، ويعلمه الكتاب والحكمة، قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وهذا دليل صريح على أن المقصود بالكتاب غير التوراة والإنجيل، لأن العطف يقتضي المغايرة. فهو سيعلمه في المستقبل القرآن والسنة وهي الحكمة، فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمحاباة البابا أو غيره من طواغيت الكفر ومحاولة التقرب إليهم وفتح الأبواب والنوافذ أمامهم وفتح وسائل الإعلام، ويقصد بذلك أن يكون لدى المسلم العادي والعامي والمرأة والطفل أن هذا أمر عادي جدا، وأن هؤلاء جميعا على دين وعلى ملة، وأن هذا أقدس وأنبأ وأنه رسولي وهذا، ويرى هذه الطقوس، وهذا ما ينخدع به ضعفة العقول. نحن المعشر المسلمين يجب علينا محاربة البدع، مجرد البدع التي هي معتمدة على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كانت الطقوس بدعية يقوم بها بعض من يتقرب إلى الله يجب علينا محاربتها، فكيف شركية بشركيات لا علاقة لها بالسماء، وخاصة إذا استصحبنا بأن مؤسسة الفاتيكان يعني إلى الآن ما تبرأت مما قاله سلف هذا الموجود الآن من الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا هم جميعا يعتقدون أن لا صلة لنا بالسماء، اليهود والنصارى اليوم حسب الموقف الرسمي يرون أن الديانات السماوية محصورة في اليهودية والنصرانية، وأن الإسلام ليس ديانة سماوية، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا، فالهذا والذي يصدقه منهم أفراد قلائل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لو آمن به من اليهود عشرة لآمنوا كلهم. سبحان الله. في عهده ما آمن به عشرة، يعني سوى عبد الله بن سلام ومخيريق وأشخاص قلائل ما وصلوا إلى عشرة. سبحان الله. طيب سماحة الشيخ، مع أنهم رأوا الآيات لكن من قبل ذلك رأوا آيات موسى، وقال لهم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وأذوه بأنواع من الأذى، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، لا حول ولا قوة. طيب ولذلك لا بد أن نستشعر أن هذا الجنس البشرية، نحن نعلم أن الشريعة جاءت بأصل عظيم وكل الملل السماوية تتفق عليه، وهو شخصية الجريمة، أن كل جريمة معلقة بشخصها بها شخصها وصاحبها. ولذلك قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن لدينا ما ليس داخلا في هذا النوع، وهو أن بعض الأجناس والأعراق تتوارث حقدا وغلا وعداوة هو في طينتهم. سبحان الله. كما أن إبليس والشياطين من ذريته خلقهم الله للشر، حكمة الله بخلقهم الشر والسعي لأغواء الناس، ولذلك خاطب الله اليهود بجرائم أسلافهم. فلذلك اليهود والنصارى هذه طينتهم، وهم معصورون منها وهي فيهم إلى نهايتهم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ولذلك هم إلى اليوم يتحقق فيهم ما كان في أسلافهم. فعداوة الله فيهم، فهم أعداء الله من خلقه.
يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ويقولون إن الله وقير ونحن أغنياء. نعم. وكذلك عداوة رسول الله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم. وكذلك عداوة ملائكة الله من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. نعم. وكذلك عداوة الكتب المنزلة جميعا. نعم. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم نعم. يلون ألسنتهم بالكتاب. نعم. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نعم. هذا نص صريح أنه ما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. لم يقتصر النفي نعم. على أنه ليس من الكتاب بل أيضا ما هو من عند الله حتى لا يقال نعم. هذا يمكن من صحف غير الإنجيل أو غير نعم. نفي مطلق. نعم. نعم. أولا ليس من الكتاب المنزل على موسى وعيسى وداود. نعم. وليس أيضا منزلا على نبي آخر سواء كان إشعياء أو غيره من الأنبياء من إسرائيل. نعم. نعم. فليس هذا منزل ولا أرمياء ولا غيرهم. نعم. جزاك الله خير سماحة الشيخ. لذلك هذه قضية. نعم. كذلك عداوتهم لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه في طينتهم. نعم. وهي باقية فيهم وهي عداوة حقيقية قد حاولوا قتله من قبل 5 مرات المعاصرون له. نعم. ولكن ما زالت عداوته في قلوبهم إلى الآن وإلى يوم القيامة بالإساءة إليه وتشويه كل ما يستطيعون. نعم. كذلك ما يتعلق بعداوتهم للاقتصاد وإفسادهم في الأرض. نعم. فهم أكالون للسحت دائما كلما استطاعوا أن يأكلوا شيئا من مال الناس بالباطل بالربات. انظر الآن المؤسسات اللي أقاموها أصبح مبنى الاقتصاد العالمي عليها. البنوك الربوية من أين جاءت؟ منهم من هل هي من حضارة الرومان أو من حضارة الإغريق أو من حضارة فارس أو الروم؟ لا. إنما جاء بها اليهود. نعم. والدور الكازينوهات واليانصيب والسينمات والبيوت الأزياء من أين بنيت؟ من أتى بها؟ اليهود. نعم. ما يتعلق بالتأمين الآن شركات التأمين من أين أتت؟ منهم اليهود. نعم. كل هذه أتى بها اليهود. نعم. فلا بد أن تكون الأمور واضحة وأن نضع النقاط على الحروف والآن الصحية منها. جزاكم وكذلك الله. النصارى كثير منهم اليوم ليسوا هم النصارى الذين كانوا يتبعون المسيح ابن مريم وما أنزل إليه وكانوا إذا سمعوا القرآن بكوا وآمنوا به وصدقوا. الذين أنزل الله فيهم ولتهدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هؤلاء هم أشد الناس كبرياء. انظر صحيح. إلى عنجهية أمريكا في كبريائها. صحيح. انظر إلى عنجهية الاتحاد الأوروبي فرنسا غيرها. هذه الكبرياء الموجودة فيهم. نعم. مما يتنافى مع هذه الصفات عندما يتكلمون عن حقوق الإنسان يقصدون به الإنسان الغربي فقط الإنسان الأبيض. نعم. نعم. فلذلك لا تظن أنهم الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هؤلاء لا وجود لهم في النصارى الموجودين اليوم. صحيح. جزاك الله خير سماحة الشيخ. ونبقى إن شاء الله مع فاصل يسير نرجع بعده لاستكمال الحوار فكونوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحوار مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن ولي الددو حفظه الله. وقبل أن أتعرض للشبهات التي تطرح في قضية كفر اليهود والنصارى الموجودين في زماننا سماحة الشيخ، نرجع إلى موضوع زيارة الكبير الفاتيكان لبعض الدول العربية. ما هي الأهداف التي يرمون إليها سوى قضية يعني تطبيع الدين أو تبديل الدين بما يراه المسلمون من هذه الطقوس أو ما يسمى بالقداس؟ نحن نتفهم جدا. نعم. أن تقام زيارة لرئيس أمريكا أو رئيس فرنسا أو رئيس وزراء بريطانيا أو رئيس وزراء بريطانيا أو رئيس وزراء ألمانيا إلى هذه الدول أو حتى رئيس الصين أو رئيس اليمن رئيس وزراء اليمن ما عندنا مانع. نعم. لأن هذه فيها علاقات اقتصادية وسياسية
وفيهم حاجة إلى التصنيع في حاجة مصالح مشتركة, مشتركة. نعم. لكن البابا رئيس دولة عبارة عن 1000 شخص فقط. نعم. أفراد هذه الدولة لا يمثلون أي ثقل ولا أي خطر ولا لا تملك جيشا ولا تملك سلاحا ولا تملك ولا مساحة ولا مصنعا. نعم. ولا تملك شيئا. نعم. لو كانت الزيارة لرئيس وزراء إيطاليا لكان أمرا مقبولا, يمكن أن يتعلق بها مصلحة. نعم. بالنسبة لرئيس الفاتيكان ما فيه أي مصلحة لأي بلد إسلامي أيا كان, وحتى البلاد الأخرى التي يأتيها لا يأتيها إلا للتبرك والتقدس به. نعم. والتمسح به. نعم. ولكن لا يترتب على مجيئه اتفاقيات اقتصادية ولا مصانع ولا عسكرية ولا ما فيه أي فائدة أخرى دنيوية منه. نعم. فكل علاقته مقصورة على جانب الدين. نعم. الدين نحن معشر المسلمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا, لا نحتاج إلى استيراد الدين من أي جهة. أكمل الله لنا هذا الدين الذي ارتضاه لنا. الله أكبر. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل موته ب82 يوما, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فلا حاجة أبدا لأي ديانة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب ينظر في ورقة من التوراة الأصلية غير المحرفة. نعم. فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب, فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. نعم. موسى بن عمران لو كان حيا اليوم وجب عليه أن يتبع محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتعلم كما نتعلم نحن الآن القرآن. نعم. والسنة. نعم. وأن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو مصدق لما بين يديه من الحق, مهيمن عليه, ناسخ لكل الديانات. نعم. كذلك عيسى بن مريم عليه السلام, وقد ذكرنا أنه سيأتي ويشاهده ويتبعه ويصير على نهجه. نعم. فلذلك لا نحتاج إلى, ليس لنا أي مصلحة في زيارة البابا ولا في علاقة معه ولا مجيء كاردينالاته وأتباعه إلى أي بلد من البلاد الإسلامية. هؤلاء لا يأتون للدنيا وإنما يأتون للدين, للدين المحرف المبدل, المحرف المبدل. نعم. ونحن قد عرفنا أنه لا صلة له لما في أيديهم بالسماء. نعم. وأنه مناقض لمقتضى العقول ومناقض لمقتضى الفطرة ومناقض حتى للعلم الحديث. صحيح. لو جاء رئيس إيطاليا يمكن أن يفيد, لأن مثلا نحن نعرف أن الكهرباء مكتشفها شاب إيطالي. نعم. الاتصالات شاب فرنسي وهكذا. نعم. لكن هؤلاء ما عندهم دين ولا دنيا. نعم. فلا فائدة فيهم مطلقا للمسلمين. لا يمكن أن نستفيد منهم تكنولوجيا ولا يمكن أن نستفيد منهم سلاحا ولا جيشا ولا أي فائدة يمكن أن ترجع من خلالهم ومن ورائهم. طيب سماحة الشيخ, يعني هؤلاء نعم هم لا شك أنهم ملعونون وأنه تتبعهم اللعنات أينما حلوا, وأن هذا الشؤم يحل على الأرض التي حلوها. نعم. فيأتون معهم بسيئاتهم وأوزارهم وشركهم وكفرهم وتعديهم. نعم. على نعم. جناب الله. نعم. نعم. والآن هؤلاء الذين ييسرون مثل هذه الزيارات ويحتفون بها, أليس فيهم شبه من عمرو بن لحي الذي كان أولا من طبعا مدى؟ هذا هو شغل عمرو بن لحي. نعم. هذا هو شغل عمرو بن لحي. إحياء الأصنام والنبش عنها. رأيته يجر قصبه في النار. نعم. كان أول من بدل دين إبراهيم. نعم. طيب سماحة الشيخ, ما يترتب على ذلك من الوعد ببناء الكنائس الشركية التي يشرك فيها بالله عز وجل على أرض جزيرة العرب؟ الآن هي موجودة في كل دول يعني الخليج, والآن يعني ترشح أخبار بأنه ربما تستحدث يعني حتى في السعودية. عائدا بالله من ذلك, بالنسبة لهذه الكنائس نص أهل العلم في مختلف المذاهب الإسلامية بما لا يضع مجالا للشك أن من اعتقد أن ما يقام فيها هو دين لله وعبادة لله فهو كافر بالله. لا إله إلا الله. من اعتقد أن ما أن القداس وأن ما يقام هو تمجيد لله وثناء عليه وأنه عبادة لله كفر بالله. سبحان الله. إيه كفرا أكبر مخرجا من الملة. نعم. فلذلك
هذه ليست بيوتا لعبادة الله بل هي بيوت للشرك بالله، ومواخر الخمور والفجور والزنا خير منها. نعم. وأفضل بكثير وأشرف. سبحان الله. نعم. وما يقع فيه بعض المسلمين من التحرج لأنهم يسكنون في ديار الغربية وهم مضطرون للسكنى هنالك ويحتاجون إلى مساجد، ويقولون تقام لهم الكنائس في بلادنا ليتركونا نقيم المساجد في ديارهم، هذا العلة غير معتبرة شرعا. نعم. كيف إذا أشركوا تشركوا معهم، وإذا زنوا بنساء المسلمين تزني بنسائهم، هذا لا يمكن. صحيح، القياس هنا قياس فاسد باطل. نعم. طيب الآن يعني ربما بعضهم يطرح شبهة يقول بأن هؤلاء كتابيون والله سوى بينهم وبين المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولون هم يؤمنون بالله وباليوم الآخر وعندهم أعمال. بالنسبة لله الذي يؤمنون به ليس هو الله الذي نؤمن نحن به جل جلاله. نعم. فهم الله الذي يؤمنون به يرون أنه صلب ومات من زمان قتل. نعم. ولا له وجود، هذا الله الذي يعبدونه. نعم. يقول إلهنا يسوع. إيه، وإلههم هو الصليب مصلوب. نعم. وإنما يعبدون صورة للمصلوب فقط، هي الصليب. نعم. الله الذي نعبده نحن ونؤمن به حي لا يموت جل جلاله. نعم. نعم. ولا يمكن أن يكون له مثيل ولا شبيه. نعم. فإذا أول شيء، أول كلمة نختلف فيها كلمة الله. نعم. الله الذي عندنا الذي نعبده ونؤمن به غير الله، ليس هو الله الذي يعبدونه. نعم. ويؤمنون به. نعم. ثم بعد ذلك الآية الكريمة إنما تكلموا عن المؤمنين العابدين وأن الله لا يظلمهم ويجازيهم على مقتضى عبادتهم، وهذا كان عندما كان دينهم مقبولا غير مسوخ. نعم. فهذا يصدق على جميع الملل السماوية، كل أهل ملة أرسل الله إليهم رسولا، وما خلا قرن من قرون البشرية في الماضي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. فقد قامت عليهم الحجة، والذين اتبعوا الرسول منهم يتقبل الله منهم الحمد لله يرحمك الله يتقبل الله منهم صالح أعمالهم ويجازيهم بتلك الأعمال بحسناتهم كما يعاقبهم بسيئاتهم. نعم. فهذا القانون قانون سماوي مستمر يشمل المسلمين ومن قبلهم من الأمم، فكل أمة أيا كانت ستحاسب يوم القيامة وتعرض على الله من نبيها ومن دونه. نعم. فكل نبي ومعه أمته، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه شماله، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعم. ولذلك الآية إنما فيها إقرار قانون سماوي مستمر، وهو مبدأ العدل. نعم. وعدم الظلم، وهذه صفة كمال لله جل جلاله. نعم. فالله جل جلاله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. نعم. فمن آمن به وصدق بنبي أرسله إليه واتبع كتابا أنزله إليه فإن الله ينجيه من النار وينعمه ولا يعذبه. نعم. من أي ملة كان. نعم. لكن بعد نسخ الملل ما بقي إلا الإسلام، عدنا الآن كما كنا قبل نزول هذه الملل، كأنها عدم، كأنها لم تكن. نعم. فنحن جاءنا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل بهذا الكتاب المسيطر المصدق لما بين يديه من الحق فقط والمهيمن على الجميع ناسخ لكل الملل وكل الديانات، ولا يقبل من أحد بعد بعثته إلا الإيمان به وتصديقه. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. من هذه الأمة أمة الدعوة. أمة الدعوة. نعم. معناه منذ بعث هو. نعم. فهو أرسل للخلائق جميعا. نعم. فلا يسمع به أحد من الخلائق ثم لم يؤمن به من أي ملة إلا دخل النار. نعم. طيب والشبه، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى عبادهم من الأحبار والرهبان الذين يتعبدون ويبكون ويسجدون ويركعون وينقطعون عن الشهوات ولا يتزوجون ولا يشربون الخمور. نعم. وصف الله سبحانه وتعالى حالهم وبين بطلان ما هم عليه. نعم.
بينهم وصفهم بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئ. هم أشد الناس خسرانا. الله. فالأخسرون أعمال. جمع أخسر. نعم. وأخسر أفعال تفضيل. نعم. فلنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. نعم. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليسوا مجرد خاسرين. لا. بل أخسرون. الله. نعوذ بالله. فمن زين له سوء عمله. لأنهم فاتتهم ملذات الدنيا ولم يجدون ملذات الآخرة. نعم. فاتهم الجنة. ومثلها أيضا عمر رضي الله عنه لما رأى بكى راهبا. بكى. نعم. حين رآهم. نعم. رحمة بهم لأن واستدل بقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة. نعم. عاملة ناصبة. سماحة الشيخ أيضا يقولون بأن الله قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وأباح لنا نكاحة. بالنسبة لآية المائدة نزلت بعد آية البقرة. نعم. وهي مخصصة لها. نعم. والتخصيص من كثير في القرآن كله وفي السنة. نعم. فقد خصص الله عموم المشركات باستخراج العبائد من أهل الكتاب. نعم. نعم. لكن لا ينفي هذا, لا ينفي الشرك عنهن. لا ينفي الشرك عنهن. نعم. لكن استثنى الله فقط من المشركات. نعم. المحصنات من أهل الكتاب. والله جل جلاله قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه كلها أدلة على كفرهم. نعم. والآيات في ذلك كثير. إذن سماحة الشيخ نخلص إلى أن اتخاذ يعني هذه الكنائس والسماح بها يعني في جزيرة العرب خاصة وفي بلاد الإسلام عموما ما ينبغي. لا, ما هو ما ينبغي. نعم. ما ينبغي مرسل أنه. نعم. محادة لله ورسوله. نعم. ودعوة إلى الكفر بالله والشرك به. نعم. ودعوة لمحاربة وتغيير الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. نعم. هذا هو الكلام الفصل الذي لا يخالفه إلا من هو غاش. نعم. فنحن نقوله صدقا لكل المشاهدين والمشاهدات أن من سمعتم منه كلاما غير هذا فاعلموا أنه غاش لكم. الله أكبر. فهو الحق الذي لا مرية فيه. نعم. ومن يقول بأن الآن سمعنا بعض حكام المسلمين يعني يعرض عليه مخطط لحي من الأحياء فيقول أين الكنيسة وهو يتسمى بالله. بأسماء المسلمين يقول نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يعني يطلب احنا ذلك. ذكرنا أنه لو قال أين البار أو مكان الدعارة لكان أشرف وأقرب الحق وأقرب للصواب مما لو سأل عن الكنيسة أو القداس أو أقصد الكنيسة أو أي شيء ثاني من أماكن العبادة حتى البوذيين وحتى غير. وحاكم مصر حضر احتفال النصارى بما يسمونه عيد الميلاد فقال يعني أنا في بيت يعبد فيه الله وأدعو بكذا وكذا نسأل الله العافية. كذب. ليس يعبد فيه الله. أهل العلم نصوا على أن من قال ذلك واعتقده فهو كافر نسأل الله أكبر مخرجا من الملة. هذا بيت يشرك فيه بالله جل جلاله ويسب فيه الله وتحرف فيه شعائره ويكذب فيه رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. طيب سماحة الشيخ الآن أيضا يعني من الشبهات التي يطرحونها في قضية كفر النصارى يقولون بأن الله جل جلاله كفر اليهود والنصارى يقولون بأن العطف يقتضي المغايرة والله جل جلاله قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم يقولون لو كان هؤلاء مشركين كأولئك لما عطف الله هؤلاء على هؤلاء. بالنسبة للشرك يطلق على إطلاقين, يطلق على عبادة الأوثان وهذا الشرك الخاص. نعم. ويطلق على عبادة أي شيء من دون الله. فاليهود والنصارى شركهم هو من الشرك العام وليس من الشرك الخاص. نعم. فالشرك الخاص أن يكون الإنسان وثن يعبده من دون الله وهذا الذي يسمى في الاصطلاح شرك المشرك. نعم. وأهل الكتاب لهم شرك أكبر من ذلك أوسع من ذلك وهو أنهم يشركون في التشريع, يشركون في الحاكمية, يشركون في المحبة وهذا كله شرك بالله. نعم. والنصارى يزعمون أن معبودهم واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة. نعم. وأنه هو الصليب, أنه هو الذي يسجدون له ويعبدونه. نعم. والصليب معناه المصلوب الذي قتل وصلب وهذا هو ربهم الذي يعبدونه. نعم. واليهود كذلك قالوا مثل هذا قديما في العزير زعموا أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهم أيضا ملتهم مبناها على الشرك لأنهم يرون أن المال والحياة هي إله آخر ف
فهم أحرص الناس على حياة. نعم. وهم يحبون المال حبا جما ويرون ذلك يعبدون ذلك من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك هم مشركون الشرك العامة، شرك العبادة وشرك الطاعة كل هذا الشرك كله ايه. موجود فيهم. ولكن بالاسم فقط يطلق الشرك على هذا كما يطلق على هذا. مثلا هم مع المشركين بمثابة اللوطيين مع الزناتي. نسأل الله العافية. نعم. نعم. جزاكم الله خير. الجميع يطلق عليه اسم الزنا ولكن له اسم في داخله، اسم مخصوص. نعم. نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن ننتقل يعني في 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 نفس هذا الباب. الآن بعض أبناء المسلمين عياذا بالله قد يرتد فيصير نصرانيا أو يهوديا، فبعضهم يعني بعض الناس يعني ممن يسوغون هذه الجريمة النكراء يقولون قد انتقل من دين إلى دين. نسأل الله السلامة والعافية. كذبوا، بل انتقل من دين إلى لا دين. نعم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. وهذا الذي انتقل إليه لن ينفعه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة وقد حبط عمله. نعم. من يشرك بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. خاسرين. نعم. نعم. وال... يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. طيب الآن كلمة الأديان هل يسوغ أن نطلقها أو بالنسبة للدين له إطلاقات في اللغة؟ نعم. فيطلق عادة على العادة والعرف كما قال امرؤ القيس: كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها من ربابي بمأسل. نعم. فكل ما يتعود عليه الإنسان يكون دينا بالنسبة إليه، هذا إطلاق لغوي. نعم. ويطلق على الجزاء، مالك يوم الدين. نعم. معنى الجزاء: لا ابن عمك لا أضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. أنا مجازية. نعم. ويطلق على المنهج الإلهي الذي يرتضيه الله لعباده وينزله لهم. نعم. بالنسبة للمنهج الإلهي اليوم لا يوجد إلا دين واحد، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. بالنسبة للعادات التي يعتادها الناس فيها ديان كثيرة جدا، حتى بين المسلمين من لهم ديان كثيرة، وحتى القوانين تسمى دينا. ما كان ليأخذ أخاه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم. إلا أن يشاء الله في شريعته وملته أو في قانونه. حكمه. نعم. نعم. يعني هناك مسوغ لإطلاق هذه الكلمة، مسوغ لغوي فقط، لغوي. نعم. إيه، لكن شرعا إن الدين عند الله الإسلام. عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن يعني ما نسمعه من قضية الحوار هذه نسمعها كثيرا، وقد شارك فيه يعني بعض الفضلاء يعني من علماء المسلمين. أولا قضية المجادلة يعني مع أهل الكتاب ومحاورتهم، نريد لها تأصيلا. بالنسبة للحوار مطلوب دائما. نعم. وهو للسعي لإظهار الحق وبيان بطلان الباطل، وهذا مما جاء به الرسل. نعم. فالرسل جادلوا وحاوروا وأظهروا الحق وأبطلوا الباطل، وحينئذ تقوم الحجة لله سبحانه وتعالى. فمن أراد الله هدايته هداه، ومن لم يرد هدايته فقد أقمنا عليه الحجة. نعم. وبرئت منه الذمة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم. والجدال والحوار معهم مطلوب، لكن ليس في أصل الديانة. نعم. بل في دعوتهم إلى دخول الإسلام. نعم. وكذلك فيما يتعلق بالمصالح في السياسة منهم، فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم المشتركة، هذا لا حرج به. لكن رجال الدين الذين لا لهم في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في التصنيع ولا في السلاح، وإنما بأيديهم هذه الطقوس والأمور التي لا يصدقها عقل ولا فطرة ولا تنفع في دين ولا دنيا ولا تنفع في أي شيء، هؤلاء الحوار معهم معناه قصد إقامة الحجة عليهم وإقناعهم بأن هذا الرسول صادق وأنه حق وأن هذا القرآن معجزة وأنه موجود. نعم. وهذا مشروع، لكن بضوابط محددة حددها الله بكتابه. نعم. فالله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. ويقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فأولا قال لا تجادلوا أهل الكتاب، فهذا نهي في الأصل عن الجدال. ثم استثنى قال إلا بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن هي السعي لدعوتهم إلى طريق الحق، والسعي لإقناعهم، الإقناع الكامل العقلي والعاطفي والفكري. إلا لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء جادلوهم بالتي هي أخشر. نعم، لأنهم ظلموا. نعم، ولذلك لا بد من مقارنة الظلم بالظلم، هذا ما فعله الصديق أبو بكر مع بلعام. نعم نعم، فالله سبحانه وتعالى قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا الإيمان بالمنزل وليس الذي بأيديكم. نعم، الذي أنزل الله أنزل إلينا وأنزل إليكم. نعم، الذي أنزل الله من الكتب السماوية آمنا به وصدقنا. نعم، فيدخل في ذلك التوراة التي كتب الله لموسى والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى والزبور الذي أنزل الله على داود. نعم، كل ذلك نؤمن به كما نؤمن بكتابنا ونؤمن. نعم، بهؤلاء الرسل أنهم من عند الله ولا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بأنهم معصومون وبأنهم رسل الله وأنهم بالجنة. نعم، ولكن نؤمن بأننا أولى بهم من هؤلاء. نعم، هؤلاء لا صلة لهم بالسماء كما ذكرنا ولا بالأنبياء، ونحن ورثة. نعم، الأنبياء. إن أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن أولى بموسى منكم. نعم، فصامه وأمر الناس بالصيام. نعم، لذلك نحن أولى بموسى وعيسى من اليهود والنصارى. نعم، وأولى بداود وسليمان من اليهود والنصارى، وأولى بزكريا ويحيى من بني إسرائيل. فهؤلاء رسل الله، نحن لا نفرق بين أحد من رسله ونؤمن بهم جميعا. نعم، ونحن أولى بهم من الذين قتلوهم وكذبوهم وتألبوا عليهم وتآمروا عليهم. من العجائب سماحة الشيخ بأن بعض الناس استدل بهذا الحديث، يعني نحن أولى بموسى على جواز الاحتفال بالكريسماس مع النصارى، قال نحن أولى بعيسى منهم. عيسى نحن أولى به، لكن أولى بأن نعرف أنه نبي الله ورسوله، كلمته أوحى إلى مريم، ولا نعتقد أنه إله ولا له طقوس ولا له تعظيم مثل إلا تعظيم الرسل. نعم، فلذلك لا يحتفل بمولده ولا بغير ذلك. نعم، مثل غيره من الرسل. نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه. نعم، من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم، هذا الذي نعتقده ندين الله به. فلذلك السعي لإقامة مثل هذه الأمور والترويج لها إنما هو مباشرة سعي لمسح الحق. نعم، والتسوية بينها وبين الباطل. وبين الباطل. نعم، فلذلك الحوار ليس حوارا بين الأديان، فالأديان ما هي موجودة، الدين. نعم، واحد كما ذكرنا. نعم، لكن الحوار بين أصحاب الأديان. نعم، هو على أساس دعوتهم. نعم، دعوتهم إلى الله بتزييف ما هم عليه من الباطل، وهذا الذي عرفناه في تاريخ الأمة كلها. نحن ما أغلقنا باب الحوار أبدا. نعم، هم الذين يغلقونه. طيب سماحة الشيخ، في أيام نعم، أيام عبد الملك بن مروان، أرسل إلى ملك النصارى قيصر، أرسل إليه الإمام عامر الشعبي، عامر بن شراحيل من سادة التابعين. نعم، فحاورهم وأقنعهم ولم يستطيعوا أن يقارعوا الحجة بالحجة، فأرادوا أن يتخلصوا منه، فكتب قيصر إلى عبد الملك كتابا يقول فيه عجبت لقوم فيهم مثل الشعبي يؤمرون غيره من أجل أن يوغروا صدرهم. نعم، فقرأها عبد الملك، فدعا الشعبي فقال أقرأت كتاب العلج؟ قال لا. قال اقرأه. فقرأه، قال ما رآك يا أمير المؤمنين، لو رآك لاستصغر ما استكبر واستقل ما استكثر. الله. نعم، فقال إنما أراد أن يوقع بيني وبينك. ونظير هذا أيضا ما حصل لأبي بكر الباقلاني محمد بن الطيب رحمة الله عليه. نعم، فإنه حين أرسله الخليفة إلى الروم لمحاورتهم، كان ملك الروم ذاك من المتكبرين المتجبرين، لا يدخل عليه أحد إلا منحنيا يركع بين يديه. نعم، وعلم أنه لن يركع له، فدعا العقلاء من أصحابه وسألهم عن حيلة يركعونه بها، ف
فقالوا الأمر سهل، نأخذ منبرا له درجات في الدخول ودرجات في الهبوط ونجعله في باب الدخول فلا يدخل منه إلا منحنيا ويكفي كذلك. فجاء أبو بكر الباقلاني، فلما وصل إلى هذا الباب ورأى الدرج الذي فيه عرف الأمر، عرف أنه درج خشبي وأنه محدث وأنهم ما ضيقوا الباب إلا لأمر، وكان سريع البديهة. فالتفت إلى القفا وجاء يصعد على قفاه مستدبرا إياه، يولي الملك بظهره. فوضعوا أيديهم على جباههم حياء من هذا المنظر حين احتقرهم بهذا الاحتقار. ولما وصل إلى الملك عرفه بجلسائه، فحتى وصل إلى البابا فقال هذا البابا الأنباء شيخ النصرانية المشرقية، شيخ الكنيسة المشرقية. فالتفت إليه بكل كليته وسأله، قال كيف زوجته والأولاد؟ فضجم في المجلس وقالوا إنا نقدسه عما تسأله عنه. قال سبحان الله، لا تقدسون من خلقه عما ما أسأله عنه، وتزعمون أن الله اتخذ صاحبة وولدا، وتزعمون أن هذا البابا لا يتخذ صاحبة. سبحان الله. بشر من لكم. فأقام عليهم الحجة في كل أمر عرضوه له. عندما سألوه عن عائشة، قضية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأن بعض المنافقين اتهموها بالزنا في غزوة المريسع، قال نعم هي بريئة كما أن مريم بريئة، وكل واحدة منهم اتهمت، ولكن واحدة أتت بولد وواحدة ما أتت بولد. يعني هي أولى بالتهمة لو كانت ثمت تهمة، حاشاها، هي غير متهمة، حاشاها رضي الله عنها، هي غير متهمة، ولكن فقط أراد أن يقيم عليهم. فأسكتهم جميعا. هذا هو الحوار. جزاك الله خير سماحة الشيخ. إن شاء الله بعد فاصل يسير يعني نريد أن نتعرف على أسباب نجاح الحوار لو كان ثمة حوار بين أصحاب الديانات. كونوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهمنا من كلام سماحة الشيخ حفظه الله بأنه ليس ثمة حوار بين الأديان، فدين الله واحد ولا يقبل سواه، وإنما الحوار بين أصحاب الديانات، وهذا الحوار إنما يكون لإقامة الحجة عليهم ودعوتهم إلى الحق وتزييف ما هم عليه من الباطل، وليكون سببا لهدايتهم إلى صراط الله المستقيم. سماحة الشيخ، ما هي أسباب الأسباب التي تدعو لنجاح مثل هذا الحوار لو أقيم، إذا كان حوارا متجردا وليس مجاملات؟ بالنسبة للحوار إذا أقيم على هذا الوجه الذي ذكرناه هو دائما ناجح. لأنه يحقق أحد هدفين لا بد منهما، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فمعذرة إلى ربكم تتحقق. على كل حال. ويبقى الهدف الثاني، هذا ليس إلينا، هذا قدري. فالله هو الذي يهدي ويضله، من هداه بفضله ومن أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك يرجى من خلاله نصرة هذا الدين، وأيضا تحرير عقول المستضعفين. فالمستضعفين الذين ينظرون إلى هذا البهرج ويخيلوا إليهم هذه التخيلات التي يؤثر فيها الإعلام تأثيرا هو أبلغ من السحر. صحيح. فكثير من عوام المسلمين ونسائهم وأطفالهم الآن يرون هذه الأمور، فيعتقدون أن في شيء مقدس اسمه البابا، في شيء مقدس اسمه الأنباء والرسول وكذا وكذا. والكاردينالات، وأيضا يرون من خلال البهرج أن هذا حرية، وحرية الديانة، وحرية، تتعرف أن العلمانيين عندنا في العالم العربي لهم ثلاث صفات تميزهم. الصفة الأولى أنهم يؤمنون بالحرية، حرية الشخص في كل شيء وفق النموذج الغربي إلا في اللباس. صحيح. معناه الحجاب هذا ليس، لا يدخل في نطاق الحرية، هذه ظلامية ورجعية. هذا لا يدخل في الحرية. وأنهم يحترمون كل التخصصات إلا تخصصا واحدا، الشرعي. الشرعي صح. ويرون أن كل صاحب تخصص له الحق أن يتكلم في تخصصه إلا العالم الشرعي ما إيه ماله. ذلك.
يقولون ما نحتاج الدين مفهوم و... نعم. نعم. لا يحتاج إليه. نعم. والثالثة أنهم أيضا يرون احترام كل الأديان إلا الإسلام. إلا الإسلام سبحان الله. كل الأديان ينبغي أن تحترم وتقدر و... نعم. إلا الإسلام. الله أكبر. الله يهدي فيهم. هذا هو عمل الإعلام وهو بمثابة سحر يغطي على العقول. نعم. إنك تشوف الإنسان يسجن خيرة الناس ويعذبهم ظلما عدوانا ما بين ما يريد منهم أي حق وما له عليهم أي حق ويأتي يكرم الجار العالم جار العالم عالم يجمعهم بل حتى بعض الأحيان البهائم سبحان الله يطلق البهائم ويقيم لها مهرجانا مهرجانا أو نعم. يقيم لها أيضا حتى محميات وحماية ورعاية نعم والبشر خيرة البشر, خيرة البشر في السجون وفي المعتقلات نعم. وتلفق لهم التهم والإعلام يسلط عليهم يسلط على هذا حتى يخيل للناس أن هذا صدق سبحان الله سبحان الله نعم. طيب سمحت شيخ يعني أما ترى أن من أسباب نجاح هذا الحوار يعني تحديد المصطلحات أعني يعني بعض الناس في هذه الحوارات قال ينبغي أن نتوافق على أن المؤمن هو من يؤمن بوجود الله لا وأن الكافر نحن لا نعرف الإيمان وما كنا نعرفه نعم وإنما عرفناه من خلال الوحي نعم والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نعم والإيمان حدده لنا الوحي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بالجميع فقد كفر بالجميع نعم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولاهم بأن نؤمن به نعم ومن كفر بكتاب واحد فقد كفر بكل الكتب المنزلة إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا نعم أي نعم فلذلك الإيمان حدده الله وليس لنا نحن الحق في تحديده والكفر حدده الله وليس لنا نحن الحق في تحديده يعني إذن من أول أسباب نجاح الحوار تحديد المصطلحات طيب هو المصطلح كما ذكرنا حتى اسم الله عز وجل الله مختلفون فيه إيه نعم نعم وحتى عيسى من هو عيسى بن مريم مختلفون فيه إيه نعم من هو موسى عليه السلام نعم وهكذا طيب أيضا من أسباب النجاح أن يكون قاصرا على أهل العلم نعم هذا الأصل وعلى أهل العقل الذين يمكن أن يعقلوا نعم فمن لا يعقل لا يمكن حواره الآن مثل هذه الزيارات أهل العلم عنها مغيبون هذه إنما يؤتى فيها بالممسوخين من أهل العلم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا نعم نعم وهؤلاء لا باعوا دينهم بدنيا غيره لا يدعون إلى الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا نعم أيضا الحوار لابد أن يكون بعيدا عن الجمهور لا هو لا مانع من إقامته أمام الجمهور نعم إذا كان في ذلك حجة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حواره مع نصارى نجران في المسجد في المسجد نعم نعم نحن ما نخاف من إذا جاء بأهل الحجة والبيان من أهل الاختصاص من أهل الكتاب والسنة فإنهم يقيمون الحجة قال موعدكم يوم الزينة إيه نعم نعم هذا إقامة حجة أمام الجميع إيه نعم. طيب قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نعم. هذه ما محلها هذا خطاب للمشركين الذين حاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سبب نزول سورة سبأ نعم فإن الله أمره بهذا الحوار وأمره بالأدب فيه نعم والحرص عليهم نعم. على هدايتهم نعم وقولوا آمنا بالذي قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال, أو في ضلال مبين هذا التجريد إيه نعم. نعم ثم بعد ذلك دعاهم إلى التحلل من التقليد واتباع الهوى واتباع الآباء والأجداد وأن يقفوا على أرضية صلبة قل لا تسألون عما أجرمنا وحينئذ كل واحد يسأل نفسه عما يقوله ويردده هل هو مقتنع به نعم وهذا الذي حصل لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما سأله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عمرو والله إن كنا لنعدك من أعقلنا في الجاهلية فما الذي أخرك عن الإسلام نعم قال ما هو إلا أن كان لنا شيوخ نفروا من هذا الأمر
فاتبعناهم على ذلك، فلما ماتوا نظرنا فإذا الأمر واضح. الله. أبوه العاص بن وائل السهمي من المستهزئين، نعم، الذين كفاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله. إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. نعم. العاص بن وائل من المستهزئين فكفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعمر كان يقلده في حياته، لكن بعد أن مات نظر هو فإذا الأمر واضح. الله. ونظير هذا أيضا ما حصل لبعض أهل الكتاب، فكعب الأحبار اليماني الحميري رضي الله عنه، كعب بن ماتع، نعم نعم، كان أبوه حبرا من أحبار اليهود. نعم. وقد لما بعث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حسده فكذبه، وأخذ كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وملته والإسلام والمسلمين من التوراة والكتب التي لديه، سواء من التوراة أو من غيرها من كتب بني إسرائيل، فجعله بالصندوق مستقل ووضع عليه أقفالا، وكان يحذره من الاتصال به أو رؤيته أو فتحه، ويقول يا بني احذر من هذا الصندوق ففيه الهلكة لك. سبحان الله. فلما مات رجع حزينا مهموما بموت والده، فقال هذا الصندوق لو كان هلكة لما حافظ عليه والدي كل هذا الحفاظ، فلا بد أن أعرف ما فيه، وإلا لرماه في البحر أو أحرقه. نعم. ففتحه فإذا الأمر واضح. لا إله. فزال عنه ما كان يجده من الحزن على أبيه، بل أصبح يلعن أباه. الله. وانطلق إلى المدينة، وجاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ولما سمع الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب، لا هذا غيره، هذا من نصارى نجران الذي وضع يده. نعم. فمر حوله راكب يقرأ سورة النساء في الليل. نعم. نعم. فوصل إلى قول الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها على أدبارها. نعم. على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فنزل مسرعا من الدير ويضع يده على وجهه يخاف أن يقلب في قفاه، فركب مع صاحبي البعير. نعم. حتى جاء المدينة وأسلم. الله أكبر. سماحة الشيخ، نريد أن تذكر لنا يعني في الختام يعني نماذج من الحوار النبوي مما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب في زمانه صلى الله عليه وسلم. هذا الحوار بعضه مثبت في القرآن. نعم. كقصة نصارى نجران وما أنزل الله فيها من آيات سورة آل عمران. نعم. وبعضه مروي لا يروى تفصيلا بكامله. نعم. ولكن يروى محل الفائدة منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم الأول من لقي من أهل الكتاب عداس الذي هو عبد لشيبة بن ربيعة. نعم. الطائف. في الطائف. نعم. وقد رآه فأسلم به فآمن. نعم. هذا تقريبا من غير ورقة بن نوفل. في البداية ورقة بن نوفل سأله ماذا ترى، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. نعم. ثم بعد ذلك بعد أن ارتحل من مكة مهاجرا إلى المدينة وجد فيها ثلاث بطون من اليهود، هم بنو قينقاع وبنو النضيري وبنو قريظة، وفيهم علماء أحبار كبار من أمثال عبد الله بن سلام وكان أعلمهم، وقد زكاه الله سبحانه وتعالى فبين أنه آمن. وعبد الله بن سلام مثل غيره من الأحبار يعرفون ما في الكتب المنزلة. نعم. سواء كانت التوراة التي أنزل الله على موسى أو ما بعدها من كتب بني إسرائيل، من كتب أنبياء بني إسرائيل. نعم. وقد أخذ عليهم العهد إذا رأوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصدقوه وأن ينصروه وأن يؤمنوا به، وهذا العهد أخذه الله على كل أنبيائه. نعم. كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والإصر أشد ما أخذ أحد على أحد، فهو أخذ عليهم هذا العهد بذلك. فكانوا يبحثون عنه وكانوا يعلمون أنه قد أطل زمانه، فأحبار اليهود كانوا يخبرون أهل المدينة بأنها مهاجر نبي آخر الزمان وأنه سيبعث وأنه سيكون في اليهود، يزعمون أنه منهم وأنهم سيقاتلونهم معه فيقتلونهم قتل عاد وإرم. نعم. والغريب أن هذه الدعاية جاءت بأثر عكسي مثل كثير من الدعايات الإعلامية في زماننا هذا. نعم.
فنشأت لدى العرب سكان المدينة من بني قيلة من الأوس والخزرج تشوف لهذا الرسول وبحث عنه. نعم. وأرادوا أن يسبقوا إليه اليهود. نعم. لأن ما لهم علمهم. نعم. وما جاءهم من قبله من بشير ولا نذير، لكن سمعوا هذا من اليهود فاختطفوه وانتفعوا به. نعم. فلذلك سبقوا إليه فعلا. نعم. أول ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم صلى الله عليه وسلم قالوا إنه النبي الذي تخوفكم به اليهود. نعم. فلا يسبقنكم. فعقول عقلاءهم عرفوا أنه صادق واتبعوه. نعم. وخافوا أن يسبقهم اليهود إليه. نعم. فلذلك لما جاءه أحبار اليهود كانوا يسألونه أشياء كثيرة، سألوه عن الروح، وكانوا كلما سألوه عن شيء جاء جبريل بالإجابة. بالإجابة. الله أكبر. ولذلك قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله أكبر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وجاءه حبر منهم فسأله هل يعلم أن الله خلق. بعد أن حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه في نفس المجلس بحديث التربة المعروف في صحيح مسلم. نعم. حديث الشريك بن عبد الله. نعم. نعم. فجاء هذا الحبر فصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قص نفس القصة، فإذا هي مطابقة لما حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهودي الحبر على نيته وعلى فطرته لا علم له بشيء، وقال: بارك الله الرحمن عليك يا أبا القاسم، هذا سلامه عليه. نعم. وبدأ يحدثه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم فإذا هو نفس ما حدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك عبد الله بن سلام، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سمع به، واليهود كانوا ينتظرون الهجرة ويعرفون أنه قادم، ولذلك أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، لأن الناس كانوا يخرجون في كل صباح. نعم. إلى الحرة حتى يردهم الحر. نعم. فهذا اليهودي صعد في نخلة يقطع الثمر. نعم. فرأى البياضة. هذا جدكم. فقال: يا أهل يثرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. نعم. فاليهود يعرفونه كما يعرفون أبناء. نعم. فجاء عبد الله بن سلام وكان من أوائل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود. نعم. وأول ما دخل عليه سمعه يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والأيام تردوا الجنة بسلام. نعم. أو تدخلوا الجنة بسلام. نعم. فعرف أن هذا الكلام لا يصدر إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، لكن شرط عليه، قال: يا رسول الله، إن لي مكانة عند اليهود، فاكتم عنهم إسلامي وأخفني عنهم وادعوا أحبارهم، دعوا فلانا وفلانا، سمى له الأحبار، سلهم عني، سلهم عني. نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأحبار فأتوه، فقال: ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. سكوا هو أثنوا عليه وهو يستمع خلف الستار. نعم. فقال: رأيتم من آمن بي؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله وقال: أشهد أنك للنبي الأمي الذي جاء بالتوراة. نعم. وبايعه، فتبرأوا منه وقالوا إنه فاجرنا. نعم. وطعنوا فيه وفي أبيه من قبله. أسأل الله العافية. وهم قوم بهت. أي. سماعون للكذب أكالون للسحت. فهم قوم بهت يبهتون. نعم. الحق. نعم. فكانت حوارات النبي صلى الله عليه وسلم معهم مؤدبة مع هذا كحواراته مع المشركين، هو أحسن الناس خلقا. نعم. كذلك سلمان الفارسي وهو من أوائل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى. نعم. بعد الهجرة. نعم. فإنه أتاه، وكان سلمان تطلب الديانة، كان في البداية على دين أبيه دين الفرس مجوسية، يعبد النار على ملة المجوس. نعم. وتتعمق في فلسفات الفرس القديمة، ديانة ماني و مصدق وغيرها. نعم. ثم وجد النصرانية فأعجب بها وصحب علماءها ودل على أعلم أهل الأرض في ذلك الزمان، فصحبه حتى مات
واكتشف أنه غاش وأنه كان يأكل أموال الناس بالباطل. نعم سبحان كما قال الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. نعم ويصدون عن سبيل الله. نعم. فعند موته أوصاه بآخر وذهب إليه وهكذا ثلاثة. نعم. ثم عرف أن المدينة هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد اقترب زمانه فأراد أن يقترب إليها، فذهب إلى الشام وتوصل إلى المدينة مع اليهود، وطبعا غشوه وباعوه، باعوه عبدا عبدا. نعم. فاسترقه اليهود وهو رضي بذلك لأنه يريد الاستقرار في هذه الأرض التي أيقن أنها مهاجر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمتحنه. في اليوم الأول جاءه بطبق من تمر عمله حتى من عرقه. نعم. ملك هذا الطبق. نعم. جاء به هذا وقت موسم التمور. نعم. فجاء به فقال ما هذا؟ قال صدقته. فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل هو، قال هذه واحدة. نعم. ثم عمل أسبوعا آخر حتى ملك طبقا من التمر، طبق فيه تمرات خليلة ليس شيئا كثيرا. نعم. فجاء يحمله ووضعه بين يديه فقال ما هذا؟ قال هدية. نعم. فأكل منه وأمر أصحابه أن يأكلوا، قال هذه الثانية. ثم جاء يدور خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه يريد شيئا، فحط له رداءه فرأى خاتم النبوة فأكب عليه يبكي ويقبله. نعم عليه الصلاة والسلام. فكان الحوار بسيطا جدا، ليس فيه محاولة إقناع ولا ابتعاد بالفلسفات، فقط هو يعرف أن لديه علامات منصوصة في كتاب الكتاب الذي يوقن به. نعم. هذه العلامات واضحة ما فيها مراء ولا كذب. نعم. فآمن به. الله يجزيكم الخير سماحة. عدد آخر مثل نعم. النصارى النجران لما أتوا ومعهم عاقبهم وصاحب الرأي فيهم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاد لهم بما أمره الله به وأتاهم بالوثيقة المعصومة المقدسة التي ليست تحتاج إلى توقيع البابا ولا غيره. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأقام عليهم الحجة يا أهل الكتاب بعدد من الآيات، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به، ما لكم به، فلما تحاجون فيما ليس لكم به. وبين لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم باهلهم أو طلب مباهلتهم، فطلبوا أن يترووا، فأشار عليهم صاحب الرأي منهم أن لا يباهلوه، قال لقد علمتم أنه لنبي وما باهل قوم نبيا إلا هلكوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كاتبهم على الجزية وأن يحملوا إليه 4000 حلة كل عام، وأقرهم على ما ألفان في صفر وألفان في رجب. نعم وأقرهم على ما هم عليه. الله يجزيكم الخير سماحة الشيخ. وهذا الموضوع يعني ربما يحتاج إلى تكملة يعني فيما يتعلق بالضوابط الشرعية للحوار مع الكافر، والآن طبعا يقولون مع الآخر، هذه الكلمة يستفشعونها، فلعلنا يعني نتعرض له في حلقة قادمة إن شاء الله. إخوتي وأخواتي، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر لسماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو على هذه الإفاضة وهذا العلم الغزير، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خيرا وأن يبارك في علمه وعمله وجهده ووقته، وأن ينفعنا بما سمعنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا و
وتملأ أفقنا ذكرى. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوحها.